الذهبي يعترف يقول حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وكنت أحسبه وأنا صغير، يعني من بيت علم وبدأ في العلم وطالب علم وقراءات، كنت أحسبه موضوعا حتى وجدته في مسلم فصدم الرجل استيقظ من النوم حتى هو إذا هو صحيح في مسلم بالإسناد الصحيح، ثم رأيته في الكتب الأخرى وكذا آخره فإذا هو متواتر، ثم وجد كتاب لإحدى محدث الكوفة بخط لهذا الحديث فقط طرقه فإذا هو فوق التواتر. يا سلام. عن مئات من الصحابة يعني تواتر فوق تواتر، فصدم الرجل. فكان الجهل انتشر في عهد الذهبي سابق على ابن حجر، ففي العصر ده كان الجهل بهذه الأشياء قد طم وانتشر.